بداية لعبة السكيت يعني كهواية رغبتها وأنا طفل في سنة 2004، لكن ما حد علمني، تعرف لا كانت الأجواء ولا الحالة الاجتماعية تساعد ولا شوارع متوفرة، فظلت كهواية بنفسي لحد 2018-2019 صارت عليها نظرة أنه شفناها ببغداد وشفناها بأماكن، فبدأنا نرغب لها شوية شوية، أنه تشوف ولد موجودين يعني بس بدون التزام أو بدون تجمعات 2 أو 3 بالشارع، حاول نجتمع ونبدي بها هذه اللعبة. بدأ تأسيس الفريق 2019-2020، بدأ يعني من الأصدقاء المقربين إنه اللي عندهم هاي الهواية وهاي اللعبة يحبوها، فجمعنا اتفقنا على أنه يكون فريق باسم النجف، يمثل النجف، يكون فريق سكيت نجف، سكيت رول نجف. فصار تقسيم الفئات العمرية على 3 كباتن، إنه كل كابتن يتحمل مسؤولية فئة عمرية محددة، تكون هذه المجموعة يتحمل تعليمها بنفس الوقت حفاظ عليهم وتوجيههم. فكانت يعني نشأتها من كابتن وبعد 3 كباتن انه يكونوا مسؤولين عن المجاميع. هواية السكيت احنا نحبها لانه تبعد الشباب عن غير اشياء، مثلا تبعد عن المقاهي او غير شيء، او وتطلع الطاقة السلبية اللي بداخلنا، واحد بدل ما يروح بغير اماكن غير لائقة يجي يلعب سكيت يفرغ عن وقته ويطلع الطاقة السلبية اللي بداخله. وحبيت انا كشفتها هواية وحبيت هاي الرياضة كلش هواية لحد ما تولعت بيها تقدر تقول، والحمد لله هسه مستواي صعد وتقدر تقول من اقوى اللاعبين بالعراق. طبعا دعم ماكو، ما حصلنا من وزاره الشباب والرياضه ما عدا هذا المكان، يعني تقدر تقول تحديات ماكو او اي شيء يساعد او دعم ما حصلنا لهذا الشيء للاسف.